بسم الله الرحمن الرحيم. الماسك ده يعني من أصعب الماسكات يعني، بس هو فعال جدا يعني بصراحة. ماسك رهيب يعني، للكلف، للبقع، لبقع تقدم العمر، للنمش، أثار حب الشباب، الكركم. وهحط عليه بقى حاجة مهمة أوي أوي أوي، لو مش موجودة عندك ممكن تحطي زبادي وعسل مثلا، او زبادي بس وعسل، يعني المهم تحطي حاجة تخليها بتبقى عجينة. بس انا بقى هحط ايه ده، بخمر انا البنجر، معرفش عنده يعني، هو اسمه البنجر، انا بخمره زي ما انتم شايفينه كده، وباخد منه، انا باكله طبعا، بس انا هاخد منه اعمل ايه الماسك. دلقت كتير، هنحط شوية كركم تاني عشان ماسكة التليفون بإيدي. هخليه عجينة، ده يحتاج شوية تاني، مش مهم أنا هعمل الوش والرقبة والإيد. ماسك الكركم فعال جدا، مضاد للأكسدة، ومهم جدا جدا جدا، بيدي بياض يعني عن تجربة. هو الماسك ده يعني بالنسبة لي رخم، ليه بقى؟ بيبوظ لي الهدوم، وبطلع اللون بقى، بعمل مساج بعديه عشان اطلع اللون منه. هنعمله، هنحطه على وشنا، وهعمل لكم فيديو وانا بحطه يعني، وانا بحط الماسك ده. نسيبه 10 دقايق، ربع ساعة، وبعدين نشطف وشنا ونمشي حتة تلج، وبعد شوية كده ممكن نروح عاملين ايه مساج بالزيت، هيطلع معاكم بعد ما تخلصوا المسج.